اتفضلي. محسن بيه في انتظارك. يا اشجان يا اشجان، حرام عليك، اكل مستورد وبتنيل باكلك. انت كره الاسطبل كلها جوزتها لك ومفيش فرق. انت بتاكلها ايه يا معلم؟ اللي انت بتجيبه يا بيه. انت يا كلب بتاكلها ايه؟ يا حول ولا قوة إلا بالله. يا دكتورة يا دكتورة، أشجان الفرسة بتاعتي كل خلفتها تكرة، نفسي في انتاية بحب عمري. إن شاء الله يحصل إن شاء الله. أنت عارفاني ولا مش عارفاني يا دكتورة؟ أنا محسن العصفوري، ملك المقاولات في مصر. أيوة أسمع طبعا عن حضرتك. طيب كويس، أنا آسف إني جبت على ملا وشك، بس كنت عايز أقولك حاجة. عندي صفقة، أقبلها ولا ما أقبلهاش؟ أنا ما بفهمش حاجة في شغل حضرتك خالص على فكرة، ولا عارف حضرتك بتشتغل إيه بالظبط. طب أنا هقولك، كان عندي عراف أفريقي، كان هو اللي معايا في كل شغلي، كنت بثق فيه جدا، كان بيقول لي على الصفقات يا أقبل يا ما أقبلش، بس للأسف مات من يومين. الله يرحمه. قال لي هتقابل حد هتثق فيه زيي بالظبط، بقلب في التلفزيون لقيتك في وشي. قلت يبقى مفيش غير فراولة. ما يمكن ما كانش قصده انا يعني. هو انت بشحمك ولحمك. ما بلاش انا. قولي لي اعمل ايه يا فراولة، اقبل ولا ما اقبلش؟ ايوه طب احساس حضرتك بيقول لك ايه؟ يعني انت عايز تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ مش فاهم سؤالك يا فراولة. اشرحها لك احسن. اقف كفة ولا اقف كفة. حاسس اني كفة تكسب. يبقى اكسبها. ماشي. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.